السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وخاصة من برنامج بلا قيود. في وقت على فيه صوت الرصاص وبرزت دعوات العنف والعنف المضاد في عالمنا العربي والإسلامي، ارتفع صوته داعيا إلى التزام السلمية وضرورة نبذ العنف، مقدما من خلال كتابه مذهب ابن آدم الأول أو مشكلة العنف في العالم الإسلامي تصوره لفكرة نبذ العنف في العمل الإسلامي. ظهر الكتاب في منتصف الستينات من القرن العشرين قبل بروز تيار الإخوان المسلمين في سوريا ووقوع حوادث العنف والاعتقالات الواسعة، ولعل تجربته في مصر ومشاهدته لما جرت عليه الأمور بين السلطة والإخوان في خمسينيات القرن الماضي جعله يتوقع تكرار نفس التجربة في سوريا. كل هذه السنوات من الدعوة إلى السلمية ونبذ العنف وضرورة فهم نصوص الدين سواء كانت من القرآن الكريم أو من الحديث النبوي الشريف، وبعد كل ما مر على أمتنا العربية والإسلامية من حروب وما نعيشه الآن من أحداث كلها حروب وعنف وعنف مضاد، هل ما زلت عند رأيك في ضرورة التزام السلمية ونبذ العنف؟ بسم الله والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنا جعلت أسماء كتبي آيات قرآنية كلها، وهذا القرآن الرسول يقول ما من نبي إلا وقد آتاه معجزات، مثل موسى عصا موسى يضرب الحجر فينبع ماء ويضرب البحر فينشقه، وثم يلقيه فيلتقف السحرة أيضا ويلقون ساجدين. أنا كنت أقول لما كنت طالب أقول ألم كان معي عصايا مثل هذا أنا أيضا أذهب إلى فرعون، لكن أرجع إلى نفسي أقول لكن القرآن لا يقول أنه هكذا. القرآن الجهاد به بالأفكار وليس الجهاد بالسلاح، الجهاد بالأفكار وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولهذا يقول هذا الأنبياء أعطوا معجزات لكن الذي أعطيته كتاب، لكن هذا الكتاب حول إلى آيات الآفاق والأنفس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.